مستمعي الحياه فهم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج صحه وبيئه على الحياه فهم. موضوعنا اليوم حبينا نحكيوا على منظومه اللحوم، مسارها من عمليه ذبحها في المسالخ البلديه الى عرضها للبيع للمواطنين، كيفيه مراقبتها، الاليات ربما اللي تم فيها عملية السلخ والذبح والمراقبة إلى حين الوصول إلى المستهلك، ومدى أنها صالحة للاستهلاك ومدى أنها صحية ومراقبة صحية. إذن معنا الدكتور وسيم بن عجي، بيطري ببلدية القيروان، هو المشرف على العملية المراقبة الصحية فيما يخص منظومة اللحوم ومسارها بالمسلخ البلدي إلى العرض بمحلات القصابين أي الجزارة. سيوسيم مرحبا بك على إذاعة حياة فهم. مرحبا بكم، مرحبا جميع مشاهدي. نحكيو مسلخ بلدي أو مسلخ المعد لذبح وسلخ اللحوم الموجه للاستهلاك، عنده قوانين ويخضع عملية مراقبة من قبلكم أنتم كطبيب بيطري بلدية القيروان. مع الشكر. دونك بالنسبة لنا احنا مسلخ البلدي بالقيروان هي منشأة عمومية مفتوحة للعموم، مفتوحة خاصة للقصابة، معناها باش يقوموا بالأنشطة نتاعهم الخاصة بالتحضير والذبح، ذبح والتحضير وكل ما وتحضير التوابع إلى آخره. ثم تحسوا انه اولا على كل لحم معروض عند الجزارين يكون خارج من المسلخ البلدي، وايضا تحسوا انه كل ما يتم داخل المسلخ البلدي مراقب صحيا. بالنسبه للمسلخ البلدي دونك الحيوانات المواجهه للذبح في المسلخ البلدي تم عمليه الذبح نتاعها، ثم تم المراقبه نتاعها، ثم يتم اخراجها ونقلها للمحلات القصابة المتواجدة في كامل المنطقة البلدية. بالنسبة للحيوانات المجزرة في المسلخ بالضرورة تخضع إلى المراقبة الصحية، ثم للوزن، ثم إلى الأداءات المتعامل بها واللي محددها القانون فيما يخص الاستخلاصات الضرورية. سؤال، هل انه اغلب الجزارين او بالضروره لازم كل جزار الحمل المعروض نتاعو يكون مر بالمسلخ البلدي؟ هو بالنسبه للقانون يمنع الذبح خارج من المسالخ، دونك بالقانون معناها عمليه الذبح ما تنجم تتم كان داخل في المسالخ المعترف بها، معناها المسالخ البلديه عاده. خارج المسالخ يعتبر معناها مخالفه للقانون، وخاصه قانون تربيه الماشيه اللي ينظم معناها عمليات الذبح وبيع اللحوم الحمراء. يعني هكا نجم نقولوا كل لحم معروض في الجزائر هو بالضروره مر بالمسلخ، ولا ارصدتوا مخالفات انتم تكون ثم جزارين ما يروحوش بالمسلخ؟ والله هو الجزارة معناها عندهم مسلخ بلدي على ذمتهم اللي هو مجعول معناها للذبح، لكن الذبح خفية ما موجودة، الذبح خفية عنده عدة أسباب، فما ناس تخالف القانون، وفما ظروف زي في المسلخ قاعدين نسعاو باش نحسنوها، وعندنا إن شاء الله قريب إن شاء الله أشغال باش تتم بالمسلخ باش نحاول نزيد نحسنوا في الوضع الصحي والوضع البيئي بالمؤسسه بما يتناسب وطلبات معناها القصابه. يمكن في رساله توعيه وتحسيس للمواطنين باش يقولوا لهم راهو ضروري التحري من انه اللحم المعروض هو تمت مراقبته، شنو علامه تدل انه راهو اللحم هذاك المعروض هو مراقب ويعني وبالتالي صحي و صالح للاستهلاك؟ هو مستحسن المواطن انه كي باش يشري اللحم لازم يكون موجود عليها الختم، ختم البلديه اللي نعرفوه معناها اللي عاده يكون باللون الاخضر،
دونك المواطن اول حاجه يعملها هي قبل ما يشري يثبت ان الدرا موجود الطابع ولا لا، مش يعرف اللحوم هذيك مراقبه ولا غير مراقبه. انه الحقيقه نقولوا هكا خاطر سبق وتم ضبط لحوم معروضه للبيع للمواطنين لكن غير صحيه، وانتم تفطنتوا الامر هذايا ودخلتوا في اكثر من مره. فما تقع دوريات مراقبه معناها، وصحيح نلقاو ساعات معناها الوضعيات نتاع ذبح خارج المسلخ ولحوم معناها ما دخلتش في المسالك العاديه للتوزيع. نعرف المسالك العاديه، مسالك التوزيع اللحوم الحمراء لابد انها تمر معناها على المسالخ البلديه. قلت له المسلخ الحالي فيه مشروع للتطوير. المسلخ الحالي فما توا دراسه قاعده تتم لتهيئته وتجاوز بعض النقائص الموجوده حاليا بالمسلخ، خاصه من الناحيه البيئيه وتصريف المياه المعالجه وشويه معناها نعرفوا المسلخ توا قدام شويه من 2004 دخل في طور الاستغلال. دونك شوية معناها إعادة معناها تجديد الشبكة الكهربائية، إعادة إصلاح الأرضية والخزف معناها اللي مغلف به المغلفين به الحيوط، دونك باش نعاودوا الفايونس وباش نعاودوا إن شاء الله الفرشة تاع الأباتوار، دونك على قريب إن شاء الله باش تقع تحسينات هامة معناها في المؤسسة. ربما في حديث سابق حتى معاكم في خصوص المياه المصرفة واللي ربما تنجم المستعمل تاع المسلخ البلدي، هي ما يلزمش يتم وضعها مع شبكة التطهير وتكون عندها يعني وحدة تصريف أو معالجة خاصة أولية. نحن عندنا وحدة معالجة أولية موجودة بالمسلخ البلدي، إن شاء الله باش ندخل عليها تحسينات واصلاحات باش ان شاء الله بحول الله معناها تولي تصريف المياه يتم طبقا معناها للشروط الصحيه والبيئيه معناها اللي تضبطها معناها النصوص التشريعيه. يعني خاصه انه المسلخ البلدي جاء في حي سكني ولاحظتوا انتم حتى كبيتر بالبلديه انه صار حتى تسرب المياه خارج المسلخ ومشي للاحياء. ثم رؤية ربما لأنه المكان هل هو مناسب ولا غير مناسب كمسلخ بلدي في حي سكني؟ طول فتي دونك المسلخ توا متواجد في منطقة قريبة من منطقة سكنية ديجا معناها متكلف البلدية معناها توقع إنجازه في بداية السنة بعد سنة 2000 عام 2001 2002 دخل في دور الاستغلال في 2004 في 2002 دخل في دور الاستغلال. دونك احنا تو باش نحاولوا نقصوا من الامباكت معناها نقولوا احنا البيئي على الاجوار، وباش نحاولوا ان معناها باش نعملوا اللازم الكل معناها باش ما عادش تصير معناها اضرار على الاجرار على الاجوار وما ونحاولوا كل المياه حتى بكبيقه تصريفها في القنوات الصرف الصحي باش تكون معناها مطابقه للمواصفات اللي ما فيهاش ضرر على الاجوار. ربما في حديث نحكيو على المواصفات نتاع المسلخ بلدي سواء من حيث الموقع نتاعو ولا من حيث التصور العام التجهيزات للاستثمار اللي يفترض يتم فيه باش يكون طبق مواصفات على الاقل عالميه صحيه وبيئيه. عندك تصور انت في الموضوع؟ هو فما مقاربه كامله تبدلت وقاعده تتبدل، انه معناها ما عادش نشوف المسالخ القرب معناها باش تكون عندنا دي تكنوبول معناها دي زاباتوار دانتيري ريجيونال ولا ديبارتمونتال، معناها ما نجموش نعملوا اباتوار اللي هو يتكلف بالمليارات، كل بلديه تعمل اباتوار وحدها خاطر التكلفه يتكلفوا لي زاباتوار يتكلفوا معناها مبالغ هامه معناها نعرفوا فيه برشا تجهيزات وفيه برشا في يتكلف. دونك باش التوجه الاسلم ان نمشيو في مسالخ صناعيه اللي هي معناها تكون عباره معناها مسالخ نتاع دي بلاتفورم نتاع توزيع معناها نتاع
تاع مناطق من ديبارتمون كامل تاع 3-4 ولايات معناها. اذا كان باتوار اندستريال يكون من صناعي ينجم بسهوله تامه معناها يوفر معناها المواد اللحوم الحمراء الى معناها اكثر من ولايه معناها حتى 3-4 ولايات. في زاد على المنظومه هو معكم شركاء المواشي تخص الفلاحه تصريف المياه اللي تخص ربما التطهير التراخيص والاستثمار تخص ربما البلديه ثم شراكه بين اكثر من مؤسسه. بالفعل وحتى بالنصوص القانونيه معناها المسالخ تخضع لمتابعه وزاره الفلاحه بحكم انها هي معناها ينطبق عليها قانون تربيه الماشي دونك لابد باش تكون معناها وزاره الفلاحه عندها معناها دور في العمليه. كذلك التصريف المياه ولا دي شي دي زاباتوار بصفه عامه معناها تخضع الى معناها الدينور معناها تحددها وزاره البيئه دونك المسلخ ماهوش في معزل على معناها وزاره الفلاحه ولا وزاره البيئه لابد انه معناها يكون معناها تحت متابعه الوزارات هذوما الى جانب ان البلديه اللي هي معناها صاحبه المؤسسه المالكه للمؤسسه واللي هي معناها تستغل المؤسسه دونك في حال شراكه احنا في شراكه انه معناها باش نحيطوا بالجوانب هذوما الكل. هذا هو سي وسام بصفتك انت بيطر البلدي القاهره ربما كتوصيات صحيه توصيات بيئيه سواء للمواطنين والا للمؤسسات الشركاء معكم في المشروع. بالنسبه للمواطن احنا ننصحوه ديما باش يشوف كي يجي يعمل مراقبته هو الذاتيه معناها كي باش يشري اللحوم من المستحسن يثبت من وجود الختم باش يتاكد ان اللحوم هذيك مره بالمسالك الرسميه واللي هي معناها مراقب. بالنسبه للشركاء دونك احنا كبلديه مطالبين انه ان شاء الله وان شاء الله قاعدين ساعين انه باش نحسنوا في ونقلوا من الامباكت معناها انفيرومونتال نتاع المؤسسه على الاجوار باش نحاولوا معناها نتلافاو معناها خاصه في تصريف النفايات اللي هي معناها نفايات صلبه ونفايات سائله دونك لازم تكون معناها باش ان شاء الله باش تصير بعض الاصلاحات هذه معناها باش تكونوا دون لي نورم ان شاء الله في تصريف الليديشي وتصريف المياه المستعمله. دونك هذا هو وهي مؤسسه معناها مصلحه للناس الكل اللي هي معناها مكسب للمدينه اللي ما نعرفوا اللي تمسخ القروان برغم النقائص الموجوده فيه يعتبر ثاني احسن مسلخ في الجمهوريه وكنت تفاجئ برشا ناس كانوا يقولوا من المعلومه هذه راهو ثاني احسن مسلخ في الجمهوريه توا معناها اللي قاعدين معناها اون اكتيفيتي ما نحكيوش على المسلخ الخواص اللي يبقى اللي ما معطل معناها النشاط نتاعو اللي هو الوحيد متحصل على لاغريمون سانيتير بون فما مشاكل نتاع استغلال ومشاكل نتاع رونتابيليتي بون المسلخ متوقف على النشاط اما المسالخ اللي عندنا توا في الجمهوريه كل مالغري اللي ماهمش متحصلين على لاغريمون سانيتير مسلخ القروان يعتبر ثاني احسن مسلخ بعد مسلخ الورديه. هذه تسمى مكسب ولازم نحافظ عليه. ان شاء الله احنا ساعيين كبلديه باش نصرف عليه فما معناها بيدجي مخصص معناها انفلوب باهي معناها قاعدين وتوا دراسه قاعده تصير معناها ان شاء الله على قريب معناها في الاشهر القادمه باش ننطلقوا ان شاء الله في التحسينات اللي حكيت لك عليها معناها بحول الله باش يولي باش نحافظ عليها باش نحافظ على المكسب هذا. حتى ربما من خلال الكلام الايجابي هذا دعوه للقصابين يعني الجزائريين انه يقبلوا على المسلخ مثلا ماشي علاش يتم الذبح العشوائي. احنا على كل حال ساعين انه باش نحسنوا فيها الخدمات، هي الخدمات موجهه للقصاب. ان شاء الله بحول الله بعد الاشغال باش تصير باش تتحسن الخدمات وان شاء الله بحول الله وما بينهم نتصور الجزاره باش يلقاو ظروف اللي يتمناوها واللي هما معناها مستحقين باش ينشطوا فيها معناها. نختم مقترحات مع الجزاره معينين وهي راه فما دراسات فنيه قاموا بها فنيين معناها. فما شبكه كهربائيه باش تعاود
فما في التصريف المياه المعالجه فما عندنا حتى مهندسين مختصين في في الديبوليسيون اللي قاملين الدراسات نتاعهم في الموضوع. كذلك فيما يخص المحافظه على الاستركتور والبني والبناء بحد ذاتها الإدارة الفنية بتاعنا والمهندسين اللي والناس اللي نخدم معاهم اللي هم ماخذين الدراسة معناها أونكور قاعدين معناها نسعى وأنه نحافظوا على المؤسسة من جميع الجوانب هذوما الكل. هذا هو. شكرا لك دكتور وسيم العجية طبيب بيت البلدية القيروان. مع الشكر. وتحدثنا بعض الجوانب الصحية والبيئية اللي متعلقة بمنظومة اللحوم والمسلخ البلدي. ان شاء الله في فرصه قادمه نتابعوا الموضوع هذا اكثر ربما رؤيه واكثر حتى استراتيجيه حتى على مستوى وطني. شكرا اخ ناجح، ونتمنى انه الملف المسالخ اللي هو احنا توا عندنا نسيج كامل تاع منظومه اللحوم الحمراء ما نتمش تكون القروان في معزل على المنظومه الوطنيه. دونك ان شاء الله احنا نتمناه انه يتفعل المخطط المديري للمسالخ وتولي باش تولي ليزاباتوار معناها رونتابل بلي رونتابل، خاطر ليزاباتوار راهي معناها عندها جانب خدماتي اكثر منه جانب معناها اقتصادي، بما ينفع معناها الصحه العامه وبما يحافظ على صحه المواطنين. احنا ان شاء الله المنظومه تتصلح تولي فيها معناها التراسابيليتي اللازمه، خاطر نعرفوا توا التراسابيليتي ناقصه ما عندناش التراسابيليتي واضحه معناها توا نعرفوا اللي قبل الاباتوار فما مساله فما اسواق هي بيدها لازمها ان شاء الله تدخل في المراقبه باش نعرفوا منين الحيوانات اللي تجي شنو هي ستاتي سانيتير نتاعها. ان شاء الله هذا كما يسبق الذبح باش من بعد نجموا ان شاء الله، خاطر هو الاباتوار ستا مايون معناها حلقه من جمله الحلقات نتاع منظومه اللحوم الحمراء. صحيح هي الحلقه اللي هي بارزه اكثر من الحلقات الاخرى، لكن فما حلقات خفيه اللي مش ما انتبهولهاش اللي هي مهمه جدا، خاطر السلامه الصحيه في اللحوم الحمراء تبدا من 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 الضيعه من الضيعه الى معناها للكوجينه للمستهلك. دونك جميع الحلقات هذه تتطلب ان يكون فيها رابط فما تراسابيليتي باش نعرفوا احنا منين جاي المنتوج هذاك وكيفاش اسمه يتروج وفين الظروف يتروج. دونك هذه كلها منظومه كامله ان شاء الله بحول الله نداركوا خاطر فما ناس فاتتنا معناها كتجارب مقارنه حتى الدول في مستوانا معناها فاتونا معناها ان شاء الله نقولوا احنا في القريب انه تكون تصير نقولوا احنا ريفورم للمنظومه هذه وان شاء الله نمشيو الى ما احسن، خاطر هي كي تتوفر لحوم صالحه للاستهلاك عندها ديجا حتى امباكت حتى على التكلفه وعلى ثمن اللحوم هذه كله مربوط ببعضه. دونك المنظومه كامله هي راهي دونك تتطلب ان شاء الله تصير ميزانيفو نتاعها وان شاء الله نمشيو الى ما احسن. شكرا لك. بارك الله فيك.